ما طلعش في الفيديو الكلام اللي فات. طب هون لما يعطيك اقتران يا جماعه متشعب قاس ي يساوي في يساوي ولا يساوي يساوي ولا يساوي بس فيش فيه لا اكبر ولا اصغر يساوي ولا يساوي. بالنسبه لليساوي هاي السطر تاع اليساوي ها س يساوي 2 فقط صورة الاثنين مش صورة مش فقط مش صورة لا صورة الاثنين بس فقط صورة الاثنين. ايش يعني صورة الاثنين؟ يعني قاف اثنين فقط. هذا فقط لقاف اثنين. هذا السطر فقط لمين؟ يساوي اثنين يعني صورة الاثنين فقط فقط قلقلة وتشديد فقط لصورة الاثنين. أي شيء ثاني غير صورة الاثنين منهم. خلاص؟ مفهوم الشغلة هاي؟ ايش يعني هذا يساوي ولا يساوي؟ يساوي فقط صورة الاثنين، غير هيك من هون. طيب، نيجي لرقم واحد. بده نهاية قاف س لما س تقول لها ثلاثة، رقم واحد. نهاية قاف س لما س تقول لها ثلاثة، من وين يا جماعة؟ من وين؟ من الأولى. ثلاثة تربيع تسعة زائد واحد عشرة. رقم واحد. رقم اثنين بده نهاية قاف س لما س تقول لها خمس. من وين يا جماعة؟ من اللي فوق. خمس تربيع 25 زائد واحد 26. رقم اثنين. رقم ثلاثة بده نهاية قاف س لما س تقول لها اثنين. من فوق. 2 تربيع 4 زائد 1 5 يا استاذ. رقم 4 بده نهاية قاف س لما س تقول 4 من اليمين. من وين يا جماعة؟ من فوق. 4 تربيع زائد 1 17 يمين ولا شمال. رقم 5 بده نهاية قاف س لما س تقول لسالب 1 من الشمال. من وين يا جماعة؟ من فوق. سالب واحد تربيع واحد زائد واحد اثنين. طيب رقم ستة قاف اثنين ومن تحت استاذ. هاي بس هاي قاف اثنين بس هاي بس هاي قاف اثنين من تحت. اربعة ضرب اثنين ثمانية. هذا السؤال هاي فقط اللي من تحت. طيب رقم ستة. رقم سبعة من فوق. رقم 8 من فوق. رقم 9 من فوق. رقم 10 من فوق. رقم 11 ماشي. فهمتوا هذا يا جماعه يساوي ولا يساوي؟ مفهوم هيك المتشعب؟ تمام. ها حد عنده سؤال؟ طيب نقلب على ايش هسه؟ خلصنا هسه النظريات وخلصنا مين؟ المتشعب. نقلب على الجذور. يلا يلا.